الو، ايوه انا كلاوديا. اوكي، هجيب اما النهارده. ماشي، مفيش اي مشكله. لا خلاص، مش كويس. كلارا بقى كويسه. اوكي. يا نهاري، انا مش عايزه اروح خالص الحضانه النهارده، انا بجد مش عايزه اروح. ماما هتقعد تزعقلي. اوه، بنتي اديت لها تفاح وعشان كده دخلت العنايه المركزه. عايزين يكلموكي يا اما. الو، ايوه انا اما. طيب خلاص ماشي، انا جاي النهارده. حاضر حاضر، هاجي. ما تقلقوش، هاجي. طيب خلاص هاجي. طيب والله حاضر. شفتي يا حبيبتي، هما شكلهم كانوا قلقانين عليكي جدا. انتي مكنتيش النهارده ليه؟ لا يا ماما، انا مش عايزه اروح الحضانه تاني، انا عملت فيها كارثه ومش عايزه ان انا اروح. طب احكيلي كده، عملتي فيها ايه؟ لا يا ماما، انا مش عايزه اروح وخلاص، مش عايزه اروح الحضانه دي تاني. اما مفيش حاجه اسمها كده، لازم ان انتي تروحي يا حبيبتي. ليه يا ماما؟ يعني انا قلتلك مش عايزه اروح. لا، هي عايزه تنبسطي جدا. يوه، انا عايزاكي تنقذيني، انا مش عايزه اروح خالص مش عايزه اروح خالص الحضانه، وماما عايزه توديني بالعافيه. طب مش عايزه تروحي الحضانه ليه يا اما؟ عشان في واحده صاحبتي دخلتها المستشفى بسببي، اكلتها تفاحه ماما اللي ادتني وعندها حساسيه من التفاح. يا نهاري، طب وهي كويسه دلوقتي؟ ما اعرفش، البنت في المستشفى، فانا عشان كده مش عايزه ان انا اروح. يا حرام، طب تحبي اجي معاكي؟ لا انا مش عايزه اروح اصلا. بصي يا اما، مش هينفع انت ما تروحيش، لازم ان انت تروحي. طيب يا اعمل ايه؟ طيب انا مش قلتلك مش عايزه اروح دلوقتي. بصي، طب احنا ممكن نتكلم مع ماما ونشوف حل الموضوع ده. لا انا مش عايزه اتكلم مع ماما، مش عايزه اتكلم مع اي حد. طيب نتصرف ازاي؟ طيب مش عارفه، شوفي اللي انت اي حل. يوه، انا بجد مش عارفه احللك الموضوع ده ازاي. انا خلاص هخش انام ومش هعمل اي حاجه تانية. مش هينفع يا حرام، البنت عماله بتعيط وشكلها زعلان قوي. اما في ايه يا حبيبتي؟ مفيش حاجه يا ماما. لا شكلك متضايق جدا. يلا يا اما، مش عندك حضانه النهارده؟ خلاص انا هضطر بقى ان انا اروح وخلاص، محدش بقى فيكو يكلمني. انا لبست بقى، هلبس البنطلون بتاعي القديم عشان محدش يعرفني وخلاص، غير كده مش عايزه اي حد يكلمني خالص. اوكي. يا حرام، دي شكلها زعلان قوي. يلا يا اما، انا حضرت لك كل حاجه. طيب ماشي يا ماما. اوكي، نازله اهو. طيب قولي لي بقى يا حبيبتي، غسلتي اسنانك؟ اه يا ماما غسلتها، بس انا مش عايزه اروح على الحضانه خالص، انا خايفه من البنت تكون في المستشفى حصل لها حاجه. اما ما تخافيش، دي كانت تفاحه والبنت خلاص اتعالجت. لا يا ماما، انا ما اعرفش حصل لها ايه في المستشفى، ما اعرفش هي كويسه ولا مش كويسه دلوقتي. طيب خلاص يا اما، يلا بقى نمشي عشان خاطر نروح الحضانه، بعد كده هنشوف هناك بنفسنا. طيب ماشي يا ماما، باي باي يا اما، توحشيني. وانتي كمان يا ماما توحشيني اوي اوي اوي. يا حرام، البنت زعلانه جدا، مش عارفه اعمل لها ايه. صباح الخير يا ميس انشراح، ازي حضرتك؟ يا ترى اخبار كارلا ايه؟ انا قلقانه عليها جدا. اما انا هنا. واو، انتي كويسه، الله، ده انا كنت هموت من الخوف عليكي، كنت خايفه ان انتي يكون حصل لك حاجه. الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انتي كويسه. يا حرام، دي كانت خايفه عليها قوي. اه انا كنت قلقانه عليكي جدا بسبب التفاحه اللي انا اديتهالك، بجد سامحيني. يا حبيبتي انا مسامحاكي، عادي بيحصل لي كده كتير، كل شويه بيجيلي حساسيه من حاجه تانية مختلفه. اوه، شكلهم حلوين جدا مع بعض، شكلهم بيحبوا بعض قوي، انا مش متخيله ان هما يحبوا بعض قوي كده. الله، الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب ان انت خليت صاحبتي بقت كويسه. يلا يا اولاد، عشان نقعد نلون النهارده، جبت لكم بقى مقص وجلو، كل واحد فيكم يقعد يلون الحاجات اللي هو عايزها. واو، ونقعد نلون كلنا، الله، انا بحب جدا القص واللزق، ونقعد نعمل اشكال مختلفه كمان تعجبنا. ميرسي جدا يا ميس انشراح ان انت جبت لنا القص واللزق ده، ووعدتك ان انا مش هدي اي حد اي حاجه. لا طبعا يا اما، احنا نديها لهم بس الاول نشوف اذا كانت هتضرهم ولا لا. وصحابي كان بيحبوكش، انت جبت لهم التفاح. يلا يا اما تعالي العبي معانا. اوكي انا هقعد العب معاك اهو. واو، الله، دي جامدة جدا جدا جدا. واو، وانا عمالة اقص والزق اهو، واعمل بقى اشكال مختلفة، شكلها جامد جدا. يلا كده خلاص بقى يا ريت عشان نرجع بقى البيت. لا يا ميس، عايزين نقعد نلعب اكتر، بليز بليز بليز. طيب خلاص، بس حبة بسيطة بس. اوكي، عشان خاطر لازم ان انتوا تروحوا.
ماشي اوكي حاضر، هنيجي بكرة ونكمل بقية اللعب. هي برافو عليك يا اولاد، عملتوا حاجات بالقص واللزق جامدة جدا، برافو عليكوا شاطرين. العفو عليك يا ميس، انت اللي ميرسي جدا على اللي انت عملته لنا وساعدتينا فيه، بجد احنا بنحبك قوي قوي قوي. طيب العفو عليك يا اولاد، خلي بالكم من نفسكم بقى. باي باي يا ميس انشراح، باي باي يا كارلا. ايه البنت بقت كويسة، وهو.